يستعد البطل العالمي المغربي بدر هاري لخوض معركة جديدة، يأمل من خلالها الفتح الذهبي بفوز ينهي به سلسلة من الهزائم التي لحقته في السنوات القليلة الماضية. وسيواجه هاري البطل البولندي أركاديوس فوجوسيك ذو 29 سنة. هذا المقاتل الذي حقق 13 انتصارا، 9 منها بالضربة القاضية، ويحشل المقاتل أركاديوس المركز الثامن في تصنيف غلوري. بدر هاري العائد من معركة قوية أمام المقاتل بنجامين أديبوي يسعى لرد الاعتبار كونه أحد أساطير هذه الرياضة. وقد أعلنت منظمة غلوري كيك بوكسين 78 تاريخ الحدث القادم، والذي من المقرر أن يخوضه بدر هاري يوم السبت 17 من يوليو القادم.